أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل يدعو في المجالس بقاعدة ويحث الناس عليها، وهي: نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويدعو بها في التلفزيون وفي مجامع الناس، بل إنه يندد بمن خالفها كأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذه قاعدة الأخوان المسلمين معروفة، والذي قالها هو البنا، حسن البنا، مؤسس جماعة الأخوان المسلمين، وهي قاعدة باطلة. كيف نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا؟ إذا كنا مختلفين في العقيدة نعذر، يعذر بعضنا بعضا؟ نجتمع مع الشيعة ومع القبوريين والصوفية، يعني اختلفنا فيه على إطلاقه، لأي اختلاف نصبر عليه؟ لا، هذا ما هو بصحيح، ما هو بصحيح، ما نجتمع على خلاف. وهذا من التناقض أيضا، تناقض، القاعدة ذي متناقضة، لأنه ما يمكن الاجتماع مع الاختلاف أبدا. يقول نجتمع ويقول فيما اختلفنا، فيما اختلفنا فيه، ما يمكن اجتماع مع اختلاف أبدا، لابد من اتفاق في العقيدة، في المذهب، في السلوك، في المنهج، ما نجتمع وحنا مختلفين أبدا. نعم، هذه قاعدتهم اللي هم يدندنون عليها ويسمونها القاعدة الذهبية، وهذه رد عليها، رد عليها المشايخ وبينوا عوارها وبطلانها. نعم.